هل أصبح رفع سن الزواج في غزة للفتيات ضرورة ملحة في ظل الإشكاليات الناجمة عن الزواج المبكر؟ دعونا نستمع إلى الآراء ونتابع هذه القضية سوياً. لفتيات غزة أصحاب الشأن في هذه القضية موقف يعبر عن رأي الأغلبية منهن في تأييد رفع سن زواجهن، خلافاً لبعض التقاليد والموروثات الأسرية السائدة التي تدعم الزواج المبكر للفتيات في قطاع غزة. أنا مع رفع سن الزواج للفتيات فوق 18 سنة، لأنه فسيولوجياً بيكون جسم البنت مش محضر لخوض تجربة مثل هيك. كلنا بنعرف أضرار الزواج المبكر، بيكونش في وعي كافي سواء من الشاب أو من البنت، بصير في مشاكل، بصير في خلفات، وبعدين نلجأ للطلاق. الرجل بيتزوج صغير من فتاة صغيرة، بعد شوية بيستوعب إنه هو اللي عمله غلط، فبصير ينظر لنساء تانيات وبيبدأ يقارن ما بينها وما بين صبية تانية عمرها 25-26، تبدأ المشاكل. ما يستطيع أن يجيرها بالخطأ. هذه القضية التي خرجت إلى العلن مع تنامي إشكاليات العنف ضد المرأة والتي يرتبط بعضها بقضية الزواج المبكر، دفعت مركز شؤون المرأة في غزة لإطلاق حملة أهلية لرفع سن زواج الفتيات في القطاع ل18 عاماً فما فوق، أسوة بالتشريعات المطبقة في الضفة الغربية. احنا من خلال هذه الحملة الإلكترونية وأيضا حملة على أرض الواقع لتوحيد الجهود وتكتيفها والضغط على صناع القرار لتغيير هذا القانون. وتتيح تشريعات الأحوال الشخصية المطبقة في غزة زواج الفتيات عند سن 14 و7 شهور، بينما تتيح للشاب الزواج عند سن 15 و6 شهور. ويمثل هذا الأمر لدى الأطر القانونية الأهلية المناهضة له إحدى القضايا المرفوعة لدى صناع القرار في غزة للعمل على تعديلها، رغم التحديات المتعلقة بالانقسام الفلسطيني وتعطيل عمل المجلس التشريعي. رافعين قضية الخلع، رافعين قضية رفع سن الزواج، رافعين قضية رفع سن الحضانة، وثلاث قضايا حتى الآن لم يتم التعامل معهم بجدية من قبل السلطة الحاكمة في قطاع غزة. وتأتي هذه التحركات النسوية لرفع سن الزواج في غزة ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة. حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.